حقنا الفطرة. فطري سنتنا. نعم. قص تقليم الأظافر أو قص الأظافر. دنوكانو كتكول. وحلق العانة حلق الشعر الذي ينبت حول القبل. د تخرجونو ويختانا وهر هغا ويختا شاغا دنامنا لانديوي. ونتف الإبط. ام دغه رنگي مخي تورس ته ټول ويخته. النبي صلى الله عليه وسلم حد لاخذ هذه الاشياء انها لا تترك اكثر من 40. رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې لپاره حد مقرر کړ چې سلوي خرزونه ډیر بدانه ساتل کیږي. نعم. وكذلك السواك. ام دغه رنگه مسواک وال. نعم. وقص الشارب. بريتونا واړه کول. وعفاء اللحى. ګيره پر خدل. والختان يجب على الرجال على الذكور. سنت کول. سنت کول دا په نر سړو باندې واجب دي. نعم. فالذي يترك الان الاظافر تطول اكثر من 40 يوما هذا وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. كم خلق چې هغوی نوکان پریدي تلوي خطر او زنه ډیر وخت پوري دوی د رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفت کې واقع دي.